إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نحمده سبحانه وتعالى حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال سبحانه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال في حق المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأمر المرسلين بفعل الخير، وأمر المؤمنين أيضا بفعل الخير، بل أمر بالمسابقة في الخير والمسارعة في فعل الخير. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فلا يكفي أن يصنع الإنسان الخير، بل طلب القرآن من المؤمن أن يسابق وأن يسارع وأن يتنافس في فعل الخير. والأصل في الإنسان صناعة الخير، الأصل في الإنسان المعتدل السوي الخلقة أنه يفعل الخير، والأصل في الإنسان أن تتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. فالشر شيء استثنائي، وإنما جاء القرآن ليذكرنا بأصل خلقتنا أن نصنع الخير في أنفسنا وفي غيرنا. والقرآن لم يدخل في تفاصيل الخير، لأنه معلوم عند كل إنسان ماهية الخير، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه علامة على الخير، شيء ينفعك في دينك، ينفعك في عقلك، في فكرك، في جسدك، في مالك، في حياتك. هذا الخير الذي تريده لنفسك ينبغي أن تريده أن تريده للناس جميعا. وأول ما ينبغي على المرء أن يبدأ به هو أن يطلب الخير لنفسه، لأن أحب شيء عندك هي نفسك، نفسك أحب شيء عندك. ولذلك يوم القيامة كل الناس يقول: نفسي نفسي، كل نفس بما كسبت رهينة. فلا يمكن لك أن تصنع الخير في غيرك وتنسى نفسك، إن بعض الناس يحبون الخير للناس جميعا إلا الاهتمام بالنفس، لأن النفس إذا صلحت صلح كل شيء بعد ذلك. ولذلك بدأ الإسلام بالاهتمام بالإنسان نفسه، أن لا يظلم الإنسان نفسه، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا يعطي لروحه حقها، ولا يغذي عقله بالمعرفة، ولا يهتم بجسده فيلقي بنفسه إلى
التهلكة. لذلك جاءت شريعة الإسلام لتحقق هذه المقاصد، حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النسل. جاءت الشريعة لتحصيل الخير ودفع المفسد والشر. فالخير يقتضي أن يفعل الإنسان الخير بحيث يتحقق له الخير في الدنيا والآخرة. لا يكفي أن تنوي الخير، بل ينبغي أن تفعل العمل بحيث يثمر الخير. كم من واحد يريد الخير لكن يصنع الشر. فلا ينبغي فعل الخير كما اتفق، لابد أن يكون هذا الخير هو خير فعلا، أن لا يهلك الإنسان روحه ونفسه، لأن المعاصي إنما حرمت لأنها تؤذي الإنسان، هي شر. ولذلك أحل الله الطيبات وحرم الخبائث. فكل شيء حرمه الإسلام فتحريمه للشيء دليل على أن ليس فيه خيرا، ولو كان فيه خيرا لأمر به. ولذلك لا تجد في الإسلام تحريم شيء ضروري للإنسان، إنما حرم عليه ما يؤذيه في جسده وفي عقله. حتى الصلاة والصيام إذا خاف الإنسان تلف نفسه أو إتلاف نفسه فيأخذ بالرخصة، إن كان مريضا صلى جالسا وهكذا، وإن كان مريضا لم يصم وإنما قضى. حتى العبادة التي هي ارتكاز الإسلام ينبغي أن تحصل للإنسان خيرا في الدنيا قبل الآخرة، لأن العبادة جعلت للإنسان. من عمل صالحا فلنفسه، الذي يصلي من ينتفع بالصلاة، الذي يصلي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. الصلاة خير، الصيام خير، الصدقة خير. ولذلك قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، إذ أصل الخير كله في عبادة الله عز وجل. الذي عبد الله بصدق لا يمكن أن ينتج إلا فعل الخير. يا أيها الذين اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير. كل الخير ينبغي أن يكون مرتكزا على الاتصال بالله، ومن حسن اتصاله بالله صدر عنه الخير. ولا بد إن كان في هذا الاتصال صادقا مخلصا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الإخلاص في العبادة ينتج الخير كله. يبدأ الإنسان بنفسه، صلاة، صيام، صدقة، أن لا يخرج من فمه شيء يؤذيه ويؤذي غيره، لأن غالب الأذى الذي يحصل للإنسان يحصل له من لسانه، يندم على الكلام. ولذلك أمر الله عز وجل بالقول بالمعروف، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. لأنك إذا قلت شرا لم تؤذي فقط الغير، إنما أذيت نفسك، لأن كل أثر سلبي في المجتمع ينقلب عليك بالعقب، ينقلب عليك سلبا. فأنت تحصد صنيعك وعملك. من قال الخير وصله الخير، ومن فعل الخير استفاد من الخير. والذي لا يقوم إلا بالشر أول من يتعب نفسه ذلك الذي يقوم بالشر. أول شيء تهتم بنفسك، لأنك مسؤول عنها. يا أيها الذين قوا أنفسكم، أول شيء أن تحصن نفسك، أن تعتني بها. يعني بعض الناس يشتغلون كثيرا بالآخرين من الصباح إلى المساء، همه عيوب الآخرين، يشتغل بعيوب غيره عن عيوب نفسه، عوض أن يستفيد من غيره يضيع في عيوب غيره.
ورحم الله عبدا اتعظ بغيره. فكل العيوب التي عند الناس لك فيها أو لك منها نصيب. جاء هذاك الشيء اللي كتقول في الناس راه عندك فيه واحد البورسنتاج. فانتفع بعيوب غيرك واستفد واهتم بنفسك، لأنك تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. فإذا اعتنيت بنفسك كان عليك أيضا أن تعتني بأهلك. قوا أنفسكم وأهليكم. لا بد أن تحب الخير لنفسك وتحب الخير لأقرب الناس إليك، للوالدين والأقربين، للزوج وللأبناء وللأحفاد ولذويك. بعض الناس يحبون الخير للبعيد وينسون القريب. لذلك جاءت الشريعة تصرف اهتمام المسلم إلى تحصيل الخير لنفسه، ثم ابدأ بمن تعول. أن تحب أهلك وأن تحب لهم الخير وأن تصنع لهم الخير. لا يمكن أن تحرق المراحل، نفسك وأهلك ثم جماعتك المسلمة التي تقتسم معها عبادة الله. ألا تقوم بتصرف يؤذي المسلمين، خاصة نحن في هذه البلد، أي تصرف لمسلم ينصب على سائر المسلمين. الذي يقوم بالشر وهو مسلم هذا الشر ينصب على سائر المسلمين في هذه البلاد. واعطي صورة سيئة للإسلام والمسلمين. مع الأسف الشديد كثير من المسلمين لا يهتم لا بالمسلمين ولا بالإسلام ولا بالصورة التي يمكن أن يعطيها عن الله. المهم ينتصر لنفسه ولا يبالي. كل مسلم هو مسؤول عن نفسه وعن أهله وعن جماعته وعن الإسلام. فعليك أن تقوم بالخير لتعطي صورة خيرة على الإسلام، وأن لا يبغض الناس دين الله بسبب شر يرتكبه الفرد المسلم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. إنسان لا يؤمن بالله عوض أن تقربه تنفره. ليش شرطا أن يدخل الناس في الإسلام، ولكن الإسلام ينعم به المسلم وغير المسلم في الدنيا، أما الآخرة فحكمه إلى رب العالمين. لا يمكن أن يتدخل إنسان في حكم الله للعباد في اليوم الآخر، ولذلك غيب الله عز وجل اليوم الآخر. أما في الدنيا فعليه أن يسعد نفسه ويسعد أهله ويسعد أمته ويسعد وطنه وشعبه الذي بينه يعيش. ثم هذا الخير يتعدى النفس ويتعدى الأهل والأقارب ويتعدى المسلمين إلى أن يعم الإنسانية جمعاء. الخير وافعلوا الخير، لا تشترط الخير. الذي يقوم بالخير غالبا الذي يقوم الخير إزاء نفسه ثم أهله ثم المسلمين، لا بد وأن يكون خيرا مع الآخرين. لأن إما أن تكون خيرا أو شريرا. مش تقول والله غادي نكون مزيان مع هذا ونبدل الفورماتاج اللوجيسيال، يعني تعيش ببرمجة مختلفة على حسب من هو أمامك، أكون جيدا مع هذا وسيئا مع الإنسان. الخير ينبغي أن يلزم نفسه بأن يكون خيرا. والأصل في المعاملات هو البر، إلا أن تظهر حالة استثنائية. أما الأصل بين الناس فإن جنحوا للسلم فاجنح لها. أن تسالم الناس وأن تهادن الناس وأن لا تبحث على المشاكل، لا تتمنى لقاء العدو. إنسان يحب أن يتشابك، يعني لا بد أنه يخلق لنفسه كل يوم يخلق مشكلة، يعني بارع في الإبداع في خلق الإشكاليات والمشاكل. المسلم من طبيعته أنه يبحث على المهادنة والسلم، لأن وقت الفتنة لا يتفرغ الناس إلى فعل الخير.
الذي من أجله خلقوا. بل المسلم يصنع الخير حتى في الحيوان، حتى في الجماد. بعض الناس خاصو يكسر، الكسر بعض الشباب ديالنا في الضواحي هذول خاصو يكسر، يعني الشجر والحجر، المهم خاصو يقول لك انتقم. تنتقم ممن؟ المسلم لا ينتقم. تنتقم ممن ولماذا تنتقم؟ يعني إن كنت إنسانا مؤمنا طبيعيا لا يصنع إلى الفساد، دار الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، تفسد في البر والبحر ومع الشجر ومع الحجر، وتحرق السيارات وتحرق كل شيء. هذا ليس من صنع المسلم أصلا. وهؤلاء الذين يصنعون هذا محسوبون علينا، أولادنا محسوبون علينا. المخدرات والإجرام والكذب، كل يعني كأننا نصدر الشر في المجتمع. والأذهى والأمر في أن بعض الأحيان يقام بذلك باسم الإسلام. احنا المسلمين خاصة نحقروا أخرين، إلا حقرونا حتى احنا نحقروهم. يدفع بالتي هي أحسن. والله القرآن يقول ادفع بالذي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الإسلام المسلم يتحبب إلى الناس كما تحبب الله إلى عباده. الله تحبب إلينا وتعرف إلينا ورسل إلينا أفضل رسله رحمة للعالمين. هذا هو دين الإسلام، لا أعرف غيره. أما الهويات والذاكرة والاستعمار والحروب، هذا منطق الهويات والحضارات، ليس منطق الدين. الدين يجمع ولا يفرق. فإذا وجدت إنسانا يفرق فاعلم أنه يعمل عمل الشيطان، لأن من عمل الشيطان أنه يفرق العبد بين العبد وربه وبين المرء وزوجه. والله يريد أن يؤلف بين الناس. يا أيها الذين خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن معاني التقوى ترك العدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المسلم كالمطر، أينما وقع نفع. المطر عندما يسقط في المغرب أو الجزائر أو تونس أو في كندا أو في فرنسا أو في تشاد أو في آسيا، المطر هو المطر، ينبت دائما. كذلك المسلم في أي بقعة وجد لا يصدر منه إلا الخير. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.